السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم معنا رحلة إلى مسابح الريان. طبعا هذا الفلوج بيكون فلوج صغير ومختصر تحضيرا للفلوج القادم. إن شاء الله قدوا تقريبا 80% 90% جاهز، باقي بس لمسات بسيطة وفلوج أطول من 10 دقائق بإذن الله. الآن باخذكم من لما ننطلق من مسجد عمر، مسجد عمر التاريخي، إلين منطقة الريان. لنا أكثر من ربع ساعة واقفين، الباص ما جاء، يمكن 20 دقيقة، لكنه يشتاف أنه الآن جاي من بعيد، بأصور لكم إياه، ثم بعدها ننطلق إلى مسابح الريان. وصلنا الآن إلى مسابح الريان. كيف شفتوا المكان؟ حلو ولا مش حلو؟ عجبكم ولا ما عجبكم؟ طبعا في أماكن كثيرة ومسابح كثيرة في المكلا، ومسابح متنوعة ومسابح بينها اختلافات كبيرة في الأثاث، في الديكور، في الأشياء، لدرجة أنه في بعض مسابح يقولون فيها بلاي ستيشن والعاب للأطفال وأشياء حلوة، خصوصا المسابح الجديدة الكبيرة. طبعا الأسعار تتفاوت، تبدأ الأسعار هذا المسبح الواحد ب 15,000 تقريبا، 15,000 أيوه، وبعض مسابح المسبح الواحد ب 40,000. يعني لما تحجز مسبحين للرجال للنساء، المسبح هنا ب 30، وفي مسابح توصل ب 80,000 وأكثر. طبعا هذا مسبح الريان، موجود في منطقة الريان في شارع في طريق المطار، واحد من ضمن مسابح كثيرة في مدينة المكلا، خصوصا الفترة الأخيرة بحكم عودة المغتربين وزيارة الزيارة للمكلا من مختلف المحافظات داخل اليمن، صارت المكلا مقصد سياحي كبير بالنسبة لليمنيين والحضارة بشكل عام. فكثرة المسابح، فالاستثمار في المسابح من رأيي يعتبر شيء جيد. في مسابح في موسم الإجازات بشكل عام تبقى محجوزة 3 أشهر، هذا حجز المسبح الواحد ب 15,000، في مسابح حجزها ب 40,000، في مسابح حجزها ب 50,000 للمسبح الواحد. فلو عندك رجال ونساء
فيكون الحجز ب100,000 إذا كانوا ب50 ويكون ب80,000 إذا كانوا ب40. الحجز هنا ب30,000 للمسبحين. وفي عندهم هنا صالة ومصالة ومجلس ومجلس عربي. طبعا هذا مش محتاجين، احنا فقط في هذاك المكان للرجال، والنساء خلف هذه المنطقة. لو جات فرصة بإذن الله بحاول نصور لكم مسابح مختلفة في مدينة المكلا، وانتوا احكموا وشوفوا المسبح اللي يعجبكم والمسبح الأفضل. إلى هنا نوصل إلى نهاية الفلوق القصير والمختصر والسريع. فلوق إن شاء الله بيكون جاهز خلال هذا الأسبوع، فلوق طويل أكثر من 10 دقائق إن شاء الله. باقي اللمسات الأخيرة نجهزها فيه وبرفع لكم وبنشره، عبارة عن فعاليات متنوعة في مدينة المكلا الجزء الثالث. ترقبوا قريبا. لا تنسون الاشتراك في القناة، ولا تنسون تدعمونا نوصل ل10,000 مشترك قبل نهاية السنة بإذن الله. محتاج دعمكم بقوة بكل الصعد، في كل التطبيقات، واتساب، تويتر، كل برامج التواصل الاجتماعي نشروا فيها. متشوفين إن شاء الله في فلوق قادم. في أمان الله. قبل ما نخلص، اليوتيوب قد ما ننشر فيه بشكل سريع وبشكل كثير، تعالوا للسناب، هذا سنابي الآن اللي تشوفونه قدامكم، ضيفونا وتعالوا نصور كثير ونصور يوميا، وحسب ما نروح نتمشى مع الشباب نصور ونتكلم ونعلق ونعطيكم آخر تحديثات تجري في مدينة المكلا.